تجسيدا لأواصر المحبة والإخاء والمودة والتراحم بين أبناء الأسرة الأردنية الواحدة، أقيم هذا الحفل الرمضاني في مركز سيدة السلام بحضور مندوب سمو الأمير مرعد بن راعد وسيادة المطران وليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، وغبطة البطريرك فؤاد الأطوال، والمطران سليم الصايغ، والمونسنيور روبرتو كونا القائم بأعمال السفارة البابوية في عمان، ولفيف من الشخصيات الرسمية والعامة، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي والراهبات من مختلف الكنائس. كما حضر الإفطار الذي أقيم بدعم من السيد أكرم كريم فارس القبر المقدس جموع كبيرة من المدعوين ومنتسبي المركز وذويهم القادمين من مختلف محافظات المملكة. وأكد المطران الشوملي أن مثل هذه اللقاءات هي تعبير عن الإحساس بالوحدة والمواطنة الصادقة والإيمان المشترك بين كافة قطاعات المجتمع الأردني، كما هي إعلان للعالم بأننا في الأردن شعب واحد منسوج من قيم عظيمة ومشتركة. سبحان الذي فرض الصيام على كل في كل الديانات، ما يجمعنا مسلمين ومسيحيين هو الصيام، ولو اختلفت أشكاله وأزمانه لكن أهداف الصيام تبقى واحدة. ونحن عندما نقيم حفلة إفطار هي فعل تقدير لإخوتنا الصائمين، ولكن أيضا هي إعلاء لأهداف الصوم المباركة التي تجمعنا، وهي طاعة الله، إرضاء وجهه، الكفارة عن الإثم والخطيئة، ضبط الأهواء، وأيضا يوجد ناحية اجتماعية في الصوم. الناس الذي الصائمون يعطون صدقة وزكاة للفقراء، يفكرون بغيرهم، وأيضا يوجد واجبات اجتماعية، الأصدقاء يدعون أصدقائهم لكي يمضوا سهرة روحية أيضا حول مائدة الطعام. فالهدف الواقع مش الطعام بذات بحد ذاته، بقدر ما هو الجلوس معا والتحدث والتآنس والمودة. ونحن بحاجة في هذه الأيام الصعبة الذي يكثر فيها التعصب الديني أن نؤكد للعالم بأننا شعب واحد، لنا قيم مشتركة، وهذه القيم نجسدها من خلال هذا الإفطار المبارك. وبعد تناول طعام الإفطار رحب الأب شوقي بطريان مدير عام مركز سيدة السلام بجموع الحاضرين، لافتا إلى أن هذا اللقاء هو خير دليل على أن ما يجري في العالم من تعكير وحوادث مؤسفة هو بعيد كل البعد عن الصورة الحقيقية المشرفة التي نعيشها في أردن الخير والعطاء والنموذج في العيش المشترك. وما مركز سيدة السلام هذا إلا المثال الحي للتآلف والتضامن وروح المحبة الذي يجتمع تحت أظلاله شريحة من أبناء الأردن، ممن شاءت الإرادة الإلهية أن تمتحنهم بإعاقات جسدية، فأخذنا على عاتقنا أن نكون لهم الأيدي الحانية فنخدمهم بمحبة وتفان وإخلاص. ودون منة فهم في نظرنا بمثابة الزهور في حديقة أردننا الغالي. وفي الحق أننا عندما نقوم بهذا العمل خالصاً لوجه الله ولإرضاء ضمائرنا فإننا نجد سروراً وفرحاً وقيمة لحياتنا ولعملنا معهم. يمتاز هذا الشهر الفضيل بالصوم والعبادة وأعمال البر والتقوى، والذي نلتمس ونعيش جوهره اليوم باجتماعنا معاً حول مائدة واحدة نتقاسم عليها آمالنا وأفراحنا وهمومنا أيضا وتاريخنا الذي يوحدنا ويجعلنا أقوى، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها منطقتنا. وفي النهاية نشكر بشكل خاص قناة نور سات على التغطية الإعلامية. وأكد الحاضرون أن الوئام بين عموم أبناء الشعب الأردني هو متوارث تاريخيا ويقودنا دائما إلى حالة من التناغم المجتمعي الواحد، ولا يمكن أن يتأثر من هذا الفكر أو ذاك لا سمح الله. أجاهب الخير صبح ديرتي
نحن نعيش حالة المواطنة الحقيقية في الأردن، وهذه متوارثة تاريخيا. قبل فترة اشتركت في ندوة حول أسبوع الوئام الديني في محافظة الكرك، وقلت أن هذا العنوان لا يليق أن يكون بالكرك. الوئام موجود في الكرك، وحالة الانسجام والتناغم بين مكونات المجتمع الكركي أو حتى على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية موجودة بشكل واضح وملموس. هذه الحالة التي نعيش تقودنا إلى أن حالة التناغم المجتمعي الأردني الواحد لا يمكن أن تتأثر بشكل طارئ لا سمح الله من هذا الفكر أو ذاك، وبالتالي سنقف جميعا كحائط صد أمام أي توجه يريد أن ينال من هذه الحالة التي نتمنى دوامها باستمرار. هذا العيش المشترك هو في أصل هذه العائلة الأردنية والأسرة الأردنية على اختلاف منابتها وأصولها وأديانها ومذاهبها وطوائفها. فالحمد لله رب العالمين، الكل يعطي لهذه الشعيرة ولهذا الشهر الكريم احترامه وتقديره، ونجتمع في هذا فقط لنؤكد يعني للأجيال القادمة. أما نحن فالحمد لله رب العالمين، ما بيننا هو أخوة وعيش مشترك ودائم ومستمر، ولكن لنؤكد للأجيال القادمة أننا على كذلك. طبعاً أول شيء بدي أحكي رمضان كريم علينا وعليهم، دين التسامح، دين الإسلام، دين المسيحية، طبعاً تعايش موجود، أشواء حلوة، ما في فرق لا بين مسلم ومسيحي طبعاً بالأردن، هذا إشي معروف الحمد لله رب العالمين. وفي ختام الحفل قامت الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن بتوزيع الهدايا الرمزية على أطفال مركز سيدة السلام للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يعرف أن هذا المركز التابع لمطرانية اللاتيني في الأردن، ومنذ افتتاحه عام 2003 يقدم خدماته المجانية لذوي الاحتياجات الخاصة لكافة المواطنين الأردنيين دون استثناء.